احنا مشينا مع بعض في الاجزاء اللي فاتت بامثله كتير، لكن بصراحه محتاجين نتعرف على مراحل لحل المشكله باستخدام البرمجه. كنت ممكن ابدا بيها، بس حبيت ان انا ادي الاول بعض الاساسيات كده، نعرف نعمل حاجات بسيطه ازاي، نعرف نرتبها، مع ان كنا ممكن نرتبها من الاول، بس ما حسيتش ان احنا نزق، او خفت ان احنا نزق بسرعه من الايه، من الحته ديت، عايز انتم ممكن تتخيلوا ان هي نظري او حاجه، لكن هي مش نظري ولا حاجه. يعني الحته دي بنتكلم عن مراحل حل المشكله باستخدام البرمجه، ودي الشكل دوت هنرجع له تاني قدام في بعض الاجزاء العملي. احنا بنقسم الشغل ان في جزء الانسان هيحل فيه المشكله، وفي جزء الكمبيوتر هو اللي هيحل فيه المشكله. الانسان بيتدخل في بعض الحاجات، والكمبيوتر هو اللي بيتدخل في بعض الحاجات التانية، واحنا الاثنين بنكمل حل المشكله باستخدام الحاسب. احنا طبعا اللي بنعمل ديفينيشن اوف بروبلم، احنا بنشوف المشكله ايه هي، احنا اللي بنعمل بروبلم اناليسيس نحللها، احنا اللي بنمبلمنت البروبلم، احنا اللي بنكتب الكود. خلاص، احنا برضو اللي بنهندل الاكسبشنز، هنشوف يعني ايه معالجه الاخطاء او توقعنا للاخطاء ومعالجته. المرحله دي احنا اللي بنقوم بيها، لكن البرنامج بعد كده، البرنامج بتاعنا هو اللي بيكومبايل البروجرام، يعني هو اللي بيفهم البرنامج ويحوله للغه، يفهم الاوبريتنج سيستم وينفذه، اللي هو المترجم والمنفذ. خلاص، طبعا هو بيترجم ممكن يطلع ايرورز فيرجعها لنا تاني، فلازم احنا نعالجها ويرجع يترجمها تاني، لو طلعت اخطاء يرجعها لنا تاني واحنا نعيد تصليحها وهكذا. طب لو طلعت سليمه، وطلعت سليمه المفروض هو بيطلع لنا ملفات اكزكيوتابل فايلز، ملفات تنفيذيه، يعني تشتغل اوتوماتيك، مش محتاجين ان احنا غير ان احنا نستدعيها ونشتغل على طول بيها. وتطلع النتائج، طبعا تطلع النتائج ازاي؟ احنا بندخل الداتا، يعني في ناس بتقعد على البرامج اللي انت عملتها، في الاخر بتدخل الداتا، انترنج الداتا وقعدت الملفات التنفيذيه وتطلع نتائج. يعني في الاخر هيبقى الطرف ده هو اللي شغال في الاخر خالص. المراحل دي كلها مراحل اثناء الايه؟ العمل. اولا هتعرض لحاجه اسمها الالجوريزم والسودو كود، وبعد كده هتعرض لحاجه اسمها الفلو تشارت، والاثنين دول مهمين شويه بالذات لما تيجي تفكر في الالجوريزمز والحاجات دي كلها. الالجوريزم عشان بس الناس ما تلخبطش، بسيط جدا، هو مجموعه من الخطوات والتعليمات المرتبه. يعني عايزين نرتب بس كده، ونكتب شويه تعليمات بشكل مرتب ومنظم عشان نقدر ننفذ اي عمليه جبريه، عمليه منطقيه، عمليه حسابيه، اي حاجه، ويبقى عندها تسلسل وتتبع للكود بشكل منظم. في الغالب احنا بنكتب الكلام ده باللغه الانجليزيه، وطبعا بيبقى ده قريب جدا من الكود الحقيقي اللي احنا هنكتبه بعدين، لان اصلا لغات البرمجه في الهاي ليفل لانجوجز اللي موجوده دلوقتي بقت اصلا شبه الايه؟ اللغه الانجليزيه. وده طبعا بيطلقوا عليه اسمه بسودو كود او سودو كود. السودو كود دوت هو عباره عن كود كروكي كده مكتوب، مش بص ما تيجي تكتب بالبايثون لو في كوما، في زائد غلط، في مش عارف ايه، بيضرب صح، لكن السودو كود مش قوي كده، يعني مفهوم، يعني زي كود كروكي فيك، يعني كود مش منتظم 100%. يعني والكود ده عباره عن اكواد ورموز مكتوبه باللغه الانجليزيه البسيطه، مستخدم فيها بعض الكلمات الثابته، ساعات بنتمسك ببعض الكلمات الثابته عشان توضح المقصود. يعني مميزات الكود اللي هو السودو كود دوت او الكود الزائف دوت، ان احنا ممكن ناخد السودو كود ده ونحطه كده، نكتبه جافا، نكتبه بايثون، نكتبه سي شارب، نكتبه اي لغه برمجه زي ما احنا عايزين. دي من اهم مميزاته يعني. طيب احنا دايما هنتكلم على الانبوتس، ولما نحب الكمبيوتر يقرا حاجه بنقول له ريد او اقرا. لما احب وانا بكتب الكود في السودو كود ده بقول ايه؟ اقرا اكس، او اقرا نم 1، اقرا نم 2 كده، ريد. والعمليات بنكتب بروسيسنج، اللي هي العمليات اللي بروسيسنج، بنكتب كلمه كالكوليت لما كنا عايزين نحسب حاجه، او سيت لما كنا عايزين نخلي مثلا اكس بيساوي 5، وسيت اكس بيساوي 5. والمخرجات اللي هي الاوتبوت بنستخدم كلمه ديسبلاي، يعني اعرض، وممكن نقول برومت اللي احنا استخدمناها زي ما عملنا انبوت عشان نقول له حاجه، يعني نخبر المصمم بشيء. طيب لو قال لي صمم برنامج يكون معرفة ثلاث ارقام من المستخدم وطباعتهم، وطباعة مجموعهم. يعني عايز اعمل برنامج، لو انا عايز امشي باسلوب بقى اللي هو الالجوريزم البسيط ده، عايز اعمل برنامج ياخد ثلاث ارقام من المستخدم ويطبعهم ويطلع لي المجموع بتاعهم، اعمل ايه؟ الاول اقول له برومت انتر فيرست نمبر،
زي كده بالظبط. في العربي هتكتب نخبر المستخدم ان يدخل الرقم الاول. خد بالك هنمشي بالتفصيل الممل. بعد كده هعمل ريد اي، يعني هقرا اي. اي دي بالنسبه لنا هي نم 1. ماشي، خلينا نقرا انجليزي على بعض وعربي على بعض. خلينا نقرا العربي ماشي الاول. نقرا القيمه التي ادخلها المستخدم، يعني نخبر المستخدم ان يدخل الرقم الاول. نقرا دي العمليه اللي بعدين. القيمه التي ادخلها المستخدم يقصد، ونضعها داخل الاي الفاريبل ده، زي س س ع كده، يعني اي بي سي او نم 1 نم 2 نم 3 ان 1 ان 2 ان 3 كده، اي فاريبل نيم ايدنتيفاير. نخبر المستخدم ان يدخل الرقم الثاني، وكان نقرا القيمه التي ادخلها ونضعها داخل بي. وكان نخبر المستخدم ان يدخل الرقم الثالث، وكان نقرا القيمه التي ادخلها ونضعها داخل سي. بقى كده عندي اي بي سي. A شال الرقم الأول دخل المستخدم، B شال الرقم الثاني اللي اليوزر دخله، وC هي اللي شال الرقم الثالث اللي اليوزر دخله. نحسب المجموع بيساوي س زائد ص زائد ع، اللي هي المجموع بيساوي A زائد B زائد C. في الآخر بعد ما نحسبهم س زائد ص زائد ع هيتحطوا جوه المجموع. نعرف بقى المجموع. يعني الأرجوز ما هيتكتب إزاي؟ برومبت إنتر فيرست نمبر، ماشي؟ وأقول له ريد A. برومبت إنتر سكند نمبر، read B. prompt enter third number، read C. calculate عشان هعمل الحساب، اقول sum equal A plus B plus C. خلاص جمعت دول، هقول له display sum، اعرض المجموع. بكده اكون عملت فكره algorithm بسيط لبرنامج يعمل ايه؟ بيعرف ثلاث ارقام من المستخدم يقراهم ويطبع المجموع بتاعهم. ماشي؟ كويس جدا. النقطة الثانية بقى اللي هي الفلوت شارت. الفلوت شارت عايزين نتكلم عليها. فلوت شارت دي خريطة سير عمل البرنامج، ودي من أسهل الطرق اللي بتحدد التسلسل الجبري والمنطقي للعمليات. يعني لما يكون عندك مثال طويل، طبعا المثال ده الدنيا تبقى بسيطة جدا، المثال ده صغير جدا، لكن احنا بنتكلم لما الأمثلة تبقى طويلة محتاجين نكتب الأكواد دي على الكمبيوتر والموضوع طويل. فهي فكرتها أصلا كلها قائمة على الألجوريزم، يعني هي تعتبر كده، يعتبر شبيه جدا للألجوريزم. خلاص، بس الفرق ما بينهم ان هي بتعتمد على اشكال هندسيه، يعني فيها بعض الرسوبات زي ما احنا شايفين كده. دي محدده متعرف عليها، يعني مش من تاليفنا. كل شكل من هذه الاشكال له وظيفه، لما يعني بتقع على الشكل بنفهم اللي بيحصل. يعني مثلا لو نقف الرمز ده بنعرف ان ده يا اما بدايه العمل الستارت او النهايه الاند، ساعات بنعملها الستوب. في الرمز ده، وده بنستخدمه للمدخلات الانبوتس، وبنستخدمه للاوتبوتس. يعني الانبوتس او اوتبوتس هم حاططهم في الشكل ده اللي هو متوازن المستطرات ده. لما يكون في عندي عمليات بروسيسنج او اي بروسيسز، اي عمليات بحطها في شكل المستطيل ده. وطبعا الاسهم ده عشان توضح لي الرسمه. وعندنا حاجات هنتعرف عليها ان شاء الله فيما بعد، زي الفور لوب وزي الفانكشن وزي الكونكتور، دي هنتعرف عليهم. بس يعني انا مش عايز اطول قوي في الايه شرحهم، وهم لما نبدا نستخدمهم هيبداوا اصلا يثبتوا في دماغنا، بس انا محتاج ان انا ايه يعني اوضح لكم. طبعا الديسيجن ده هناخده ان شاء الله لسه في الجزء الثاني، لسه ما زلنا في الاساسيات. طيب، اهميه خطه الافق ليه بنستخدمها؟ مع انها ممكن تكون ما بتستخدمش قوي، يعني الناس ما بتحبش تستخدمها قوي في الحاجات اللي هي البسيطه، ده طبيعي لان حاجه بتبقى صغيره خطه الافق تبقى كبيره عليها، لكن هي مفيده جدا في بعض الاحيان. ايه هي؟ تعطي صوره متكامله للخطوات عموما في المساله، يعني لو عندي شغل كبير بتديني صوره متكامله، بتتحط في ذهني بسهوله جدا. طبعا احنا قرايتنا للخرائط بتبقى اسهل، او الرسومات عموما. تساعد المبرمج على ملاحظه الاخطاء المنطقيه، وده صحيح لما يكون عندك حاجات كتير متفرعات ومش عارف ايه، لو الرسم بتبقى اريح كتير جدا للعين، وبنقدر بسرعه لو كان في خطا منطقي احنا نسينا كذا او عملنا كذا، تبقى سهل علينا قوي في خريطه الافق، لان هي بتوضح لنا وبتكشف لنا طبعا الوضع المتسلسل والمنطقي في حل المشاكل. بتسهل ادخال تعديلات على اجزاء معينه، يعني لو بتاع كبيره فبسهوله اقدر احط الحته دي اعمل فيها كذا، غير لما يكون كله مكتوب ورا بعض. يبقى برضه بتسهل لنا تعديلات فيما بعد دون الحاجه للرجوع لدراسه الموضوع كله من اوله. في مشاكل تكثر فيها الاحتمالات والتفرعات، واحتمالات وتفرعات، يبقى صعب جدا ان احنا نقدر نتابع الالجوريزم، ويبقى الالجوريزم صعب، لكن في خريطه الافق الرسمه اسهل. خلاص، اي خريطه تفق دايما بتبدا بالرمز ستارت وبتنتهي بالرمز اند. كمان برومبت تو ديسبلاي، طبعا دول بالنسبه لنا اوتبوت. كلمه ريد هي انبوت، انا بقرا
حاجة، فدي input. طبعا قلنا prompt يعني بخبر المستخدم بحاجة، فدي تعتبر output. display بطلع نتيجة أو حاجة، فدي تعتبر output. read بقرأ، فدي تعتبر input، حاجة داخلة للكمبيوتر. والكلمة calculate عملية، في الأول والآخر هي عبارة عن عملية. يعني في المثال اللي احنا قلناه من شوية ممكن نعمل كده، الأول نقول prompt، طبعا عشان دي مدخل عشان دي مخرج هتطبع على الشاشة، فعملتها في الشكل ده، عملت start السهم ده المفروض دي سهم. prompt enter the first number، ماشي. بعد كده قلت له read ايه، اقرأ قيمة ايه، دي input. ساعات كده الناس بتحب تعمل هنا O، حرف O صغير هنا، وحرف I أو فوق هنا، وحرف I عشان تعرف تفرق ما بين الانبوت والاوتبوت. prompt enter the second number وريد B، enter third number وريد C. بعد كده قلت له sum بتساوي A plus B plus C، جمعت التلاتة حطهم جوه السم، قلت له اخرج لي السم. ده شكل مفصل، ممكن اعملها كده start وما بين القوسين دول تقال A كوما B كوما C، معناها ايه؟ اقرا A و B و C، صحيح؟ وبعد كده السم بتساوي A زائد B زائد C، وبعد كده مخرج السم. طبعا خريطة التلفق العمليه بقت فيها، لو انت رسمتها كده طبعا في برامج بترسمها هنتكلم عليها ان شاء الله ونرسم بيها، لكن لو حبينا نطبق الكلام ده وتعالى فتحنا كده الشكل البسيط ده وقمنا جايين هنا قلنا والله احنا محتاجين نقول له انتر فيرست نمبر وكان نريد الايه، فقلت له احنا عندنا في البايثون عمايل ايه بتساوي، وهقول له input، هقول له في enter the first number. طب احنا عارفين ان input دي بتعمل عملية البرومت، صح؟ لان بتطلع رسالة تقول له دخل الرقم. بما اننا نجمع يبقى لازم احول الارقام دي الى int او احولها الى ايه؟ الى float. انا هشتغل على float عشان دي ارقام ممكن يكون فيها كسور. طبعا تلاحظوا ان التحويل ده ما بانش في خريطه الرفق او ما بيفرقش معنا، ولا في الالجوريزم ما بيبانش الكلام ده، التحويلات والكلام ده كله. بي قلت له نفس الكلام تقريبا، هي دي انتر فيرست نمبر، وريدنا عملنا ريد الاي اللي هي بالنسبه لنا الاسايند، يعني القيمه اللي دخلها اليوزر حطيناها جوه ايه، خلاص. بعد كده القيمه اللي عملها اللي هيدخلها اليوزر هنقول له انتر سكند نمبر وحطيناها جوه بي، صح؟ اللي هي انتر سكند نمبر وقريناها جوه البي، ونفس الكلام انتر ثيرد نمبر وقريناها جوه السي. خدت من دي جوه بي، قلت له عندك المره دي سي، قلت له انتر ثيرد نمبر وحطيناها جوه الايه؟ جوه السي. وبعد كده السم بتساوي ايه زائد بي زائد سي، قلت له ادي السم بتساوي ايه بلس بي بلس سي، خلاص ادي السم. بعد كده ايه خرج السم ويندو، خلاص على كده خرج السم يعني اطبع السم، لان دي اوت بوت، فاقول له برنت السم بتساوي كوما وطبعت مين الفاريبل اللي اسمه سم، ده السم 19. قلنا سيف كده انا حولت الفلوت شارت اهي بكود بايثون، واحنا شفنا الايه الالجوريزم بتاعها. بكده بقينا بنعرف يعني ايه الجوريزم، يعني ايه فلوت شارت، عشان نقدر ايه نشتغل. ادوس بس في 5 واجرب، قال لي دخل الرقم الاول، قلت له 5، الرقم الثاني قلت له 3، الرقم الرابع الثالث قلت له 4، قال لي خلاص يبقى المجموع 12، ده 5 و3 8، 8 و4 يبقوا 12، فطلع لي السم كام؟ سم 12. اللي طبعا انا عارف ان احنا معديين المرحله دي من الكود، لكن الاصل كان ان احنا بس ايه خطوات انشاء برنامج، عندي بروبلم اعمل الجوريزم اطلعه في شكل فلوت شارت، اطلعه في شكل بروجرام. المنظر ده عايزين نلتزم بيه شويه، ان احنا نعمل عندنا بروبلم ازاي نطلعها في شكل الجوريزم، نرسمها في شكل فلوت شارت، اطلعها في شكل بروجرام، ويا ريت نحل الايه الاكزامبل اللي هسيبه لكم في الاخر.